اهلا وسهلا، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. في بعض واحد من المتابعين سأل ان هل انا اقدر اعمل اوكتيف كامل للبيز، العب بيز اثناء تسجيل الايقاع؟ نعم، هاي الطريقة مفتوحة لك لانه ورك ستيشن. كيف تعمل اوكتيف كامل للبيز او لاي صوت ثاني وانت تسجل الايقاع وتلعب؟ اول شيء لازم تتحكم في البيتش بنت اللي هو الجويستيك. تروح على منيو رقم واحد، تروح عند اللايف كنترول، تطلع لك الصفحة هاي، تيجي عند اللي هو الاكس اللي هي خاصة في الجويستيك، يكون على ايدك اليسار، تختار البيتش بند وتختار هني تحت. شوف عندك هني تحت بدال الفل تخليه على اللي هو شو اللور، وتيجي على اليمين عشان يكون معاك الجويستيك لما تلعب على اليمين، ترفع اليمين العصا. نفس الشيء تختار البيتش بند. كيف تختار؟ تروح تضغط على رقم واحد، يطلع لك الكاتيجوري، الاشياء الرئيسيه والفرعيه. تروح انت تختار الفويس، تختار الفويس وتختار بيتش بند. هذا كيف تختار البيتش بند، تختار الفويس بيتش بند في الفرعيه وتطلع كلوز. نفس الطريقه في الجويستيك اللي بتلعب فيه على اليسار. نكمل، تيجي على اليمين تختار بيتش بند، نفس الشيء تيجي هنا عند الرينج تختار الاوبر، اذا لور واوبر، اليسار لور واليمين لوبر اوبر. انزين تطلع من هني. الحين براويك طريقة. انزين شوف، لما تيجي هني تلعب بيز الحين، شوف تلعب يمين او تلعب يسار، ما في عندك لا يلعب معاك لور ولا يلعب معاك اوبر. كيف تخلي البيز يعمل اوكتيف كامل عندك وانت تسجل الايقاع؟ نفس الشيء منيو رقم واحد، ترجع عند لايف كنترول، شوف تحت هني عند الصفحة هاي نفسها، ترجع ما باخترت لور واوبر. في عندك هني بيتش بند رينج، انت في الصوت اليمين، انت تبغى تلعب بصوت يمين، عندك زيرو. لاحظ معايا عندك من الزيرو لل 12 كانك تلعب ترانسبوز. شوف عندك من الزيرو لل 12. الحين بختار انا مثلا لين رقم 5، شوف معايا الحين البيز كيف يصير. شوف لغايه 5 ولور، شوف لور لغايه 5. زين ما نرفع كامل ليل 12، يعني ترانسبوس الكامل. راح اغير اخلي الرايت 1 ليل البيتش بنج رينج مال 12. لاحظوا وياي ليل 12 بهاي طريقه الحكم. شوف اسمع معي البيز الحين، شوف اوبر اند لور. شوف يعني هم فاتحين لك انك انت تلعب بالبيز من الزيرو لغايه 12 تقدر تلعب فيه اثناء التسجيل. الحين انا اخترت هذا ايقاع بعد ما ضبطناه، هذا ايقاع اسمه، واخترت خانة البيز بسجل البيز هذا. شوف معايا سجل معاك اللو، يعني مفتوح معاك اثناء تسجيل الايقاع انك انت تلعب بالبيز وتلعب حتى بالاصوات الثانيه. الحين بغير الصوت، هذا بحط مثلا جيتار. الحين جيتار اسمعي، نفس الشيء كل الاصوات تقوم تلعب فيها نفس الطريقه. هذا جيتار، بهاي الطريقه السؤال هذا انا جاوبت على المتابع، وكذلك كلنا نستفيد من اسئلتكم، وكل يوم يطلع لنا شيء جديد ونحن نحاول نعالج ان شاء الله. واتمنى المتابع اللي سالني يكون وصل، يعني وصلت للمعلومه وهو هذا اللي هو يقصده. لاحظ معايا ترجع المنيو هني تختار اليسار بيتش بند واليمين بيتش بنج، اليسار تختار لور واليمين تختار اوبر، وتعمل الطريقه اللي قلت لك عنها. وشكرا، مع معلومه جديده.